الى سفينه البشير شو قسم اجهزه طبيه مرحله اولى. اهلا بكم في البشير شو كب الارض. اهلا بكم في البشير شو. من برنامج راضي العرض حالتي مرحبا بكم في البشير شو. من كوكب الارض من العراق اهلا بكم في البشير شو. من ارض ميسان الحبيبه اهلا بكم في الشيخ. من سفرة المعارف الأهلية من عرض بابل إلى الشيخ. بكم من جامعة التراث قسم الأدلة الجنائية أهلا بكم الشيخ. والآن مع المناور الشرس المتدفق صعب التوقف والحديث فيه يطول الرئيس الأصلي أحمد البشير. اليوم راح أكشف لكم سر خطير على رئيسكم ومحبوبكم وقائدكم، تزامناً مع السعادة المنتشرة في هذا الأسبوع الجميل على سكان كوكب الأرض عدا مبابي. هذا الكوكب الأخضر المسالم الجميل اللي راح ينصمت قريباً بحرب نووية، واللي بيه هواية مي وهواية ذكريات وهواية فاشنستات. كان فوز الأرجنتين بكأس الوادم العالمي لحظة تاريخية في حياة البشرية، ولأن العراقيين جزء لا يتجزأ من الأرض حبوا يشاركون الكوكب فرحة الأرجنتين وميسي بالكاس. بريحة عمار أبو تياغو نزل، بريحة عمار أبو تياغو نزل، بريحة عمار. لا من فرنسا اليوم لا من برازيل، ميسي رفع الكاس يا بصمة الجيل. دول أحفادك مارادونا، دول أحفادك مارادونا، دول أحفادك مارادونا، دول أحفادك مارادونا، دول فاليوم أقدم تهنئة للشعب الأرجنتيني على الفوز، وخصوصاً الصديق ميسي واللي حقق حلمه وحلم أهل أهله أمات وجاب الكاس جابه. نتمنى من المالكي أنه ما ينسى مبادراته الأخوية ويروح يلزم لواعيب الأرجنتين ويطقهم بقطع أراضي وأموال طائلة. وتزامناً مع الفرحة العالمة للشعوب بميسي، ولي أنا صار لي فترة أفكر بهذا القرار يعني من تقريباً 15 سنة يجي، فابتداء من اليوم ورسمياً وأمام الجماهير أعلن نفسي مشجعاً لنادي ريال مدريد. هلا مدريد، وذول أحفادك جونزاليس، ذول جنين. قولي هلا مدريد. هلا مدريد. عافية عافية. علي قول هلا مدريد. يلا قول علي، قول هلا مدريد. والله ما أدري سيدي، أنت ليش تشجع هسه الريال؟ أنا أشجع وأحب الريال لأن بي روبرتو كارلوس ولويس فيغو وراؤول غونزاليس. والله سيدي كأنهم كانوا مجمديك سيدي. يلا فعلا أنا أشد على إيدك. هلا مدريد. أشكرك وردة. سفينة، بالله شنو تأثير فوز الأرجنتين بكأس الوادم العالمي؟ شو سمعت هواية سوالف؟ نعم سيادة الرئيس، ارتفاع سعر البيزو الأرجنتيني وهو العملة المتداولة الأرجنتينية، ارتفاع أسهم شركة أديداس بسبب كثرة مبيعات تي شيرت ميسي، ارتفاع الطلب على البشت العربي، ارتفاع قيمة ميسي السوقية وكذلك النادي الذي يلعب فيه حاليا، وارتفاع الغيرة العراقية، وارتفاع عدد السيئات لمشجعي نادي ريال مدريد لأن رونالدو لو يموت بعد ما يقدر ياخذ كأس العالم. لحظة أنا مدريدي. أوكي لحظة دقيقة، رونالدو هم طلع من الريال، انا ليش ضايج؟ الريالين دقيق، اصلا الريالين ليش ضايجين لان ميسي اخذ كاس العالم، والبرشلونه ليش فرحانين لانه كريستيانو ما اخذ كاس العالم؟ لا الريال وياهم رونالدو ولا برشلونه وياهم ميسي، يا يعني هالمشاعر مبالغ فيها ليش؟ انا مو قدامكم ما ضايج ولا شيء، مع العلم روبرتو كارلوس ما اخذ كاس العالم. سيد انا اعرف ليش هالقد تحب روبرتو كارلوس. ليش بالله؟ لان من تاخذه بالبلاي ستيشن صعب التوقف ومن مشو تجيب جول.
أنا يعني أحب التدفق مالتك أحيانا. أعتذر عن مقاطعة لحظات النوستالجيا، ولكن أين كنتم في آخر 21 سنة من حياتكم؟ مالك علاقة، أنا أحب روبرتو كارلوس. كارلوس، أنا فرحان بكأس العالم، واللي حرك مشاعري بالحقيقة هو مشاهدة كل مكونات الشعب العراقي ممثلة بملعب لوسيل الدولي، وهم متراصين قلبا على قلب، وهذا ينطي صورة عن الحكومة العراقية وإيمانها الشديد والعتيد بمبدأ المحاصصة واللعب النظيف. ما شاء الله كل المكونات، ممثل الأكراد وممثل السنة وممثل الشيعة وكلهم موجودين هناك. أي سوسو، بعد شنو ارتفع بالعالم بعد هذا الفوز؟ ارتفاع سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار العراقي في العراق. غريبة، شنو الربط؟ والله فهميني. مع ارتفاع أسعار الدولار في الأسواق المحلية، تتجه الحكومة نحو إعادة أسعار الصرف إلى حالتها الطبيعية، فقد بلغ سعر بيع الدولار 152 ألف دينار لكل 100 دولار. سجلت أسعار صرف الدولار مقابل الدينار العراقي صباح اليوم أكثر من 153 ألف دينار مقابل كل 100 دولار. طبعا هذا يسموه الخط البطيء للفقراء، وهذا الصعود دولار 352 ألف. والله بقى هالأيام هواية الفقير ديت. والله زيت ما عندي، والله تمن ما عندي، شكر ماكو بالحصة، هاي شنو اللوشن الإيدي ماكو، مدى ينطونه الدولار أو عافية. الفقير مزاجه مع الواحد old money. أقعد واسكت، أنت تسوي سلفة حتى يصعدك ورقة، مو إذا صعد الدولار كم 20 نمرة. عد لا تجيب زيت وتمن وشكر، أصلا كل أشياء مو صحية، وكل أورجانيك فود، وسوي صيام متقطع، مو لا تاكل ثلاث وجبات حتى مو زين. يقول لك بعدين انا لاحظ هوايه اشياء ترفيهيه دي يطلبوها العراقيين. حضرته بالشتاء يريد لبلبي وشلغم، بالصيف يريد رقي وبطيخ وبانيه، وبالخريف يدور كستنه، وبالربيع يلبس بهاري. شنو هذا؟ وشو بهاري؟ شنو بهاري؟ منو بهاري؟ دقيقه، هاي الاخبار جديده حاليا بالعراق مرتفع الدولار. حكومه الاطار مو هم حاملين لواء اعاده سعر الصرف بس يعني اوكي ارتفع ولا ما ارتفع؟ الناس ما تاثر بالدولار بالعراق، العراقيين اعلى من هاي الترهات. اي ما شاء الله العراق خير، يعني احنا عندنا ال 10000 دولار هذه طفل يشيلها. فعلا صدقا قاعد اتكلم هذا الموضوع. اي يعني شفتي عيديه تنطيني عيديه حق البيبي؟ يعني 10000 دولار، اي عندنا لا شيء 10000 دولار بالعراق، يعني تكاد لا تذكر. فعلا ال 10000 دولار صارت بيد البيبي، كل طفل عندنا خلال 3 اعياد يفتح مصرف ويضارب بالعمله. والدليل اكبر مضارب بالدولار ويسموه ملك الدولار هو الاستاذ علي غلام. غلام حبيبي بيبي. وبالفعل ال 10000 دولار عنده مبلغ لا يذكر. ومن هنا انا استنتج ان المواطن العراقي ما راح يتاثر، واذا لاصت عليه كلش عود يروح يقترض من عيديه ابنه ويعيش منها فت 6 سنوات. بس تتخيل اكشن راح يصير. الاطار حامل لواء تخفيض سعر الدولار وصارت بيد الحكومه، وكانوا حالفين وين ما يشوفون الدولار يتنا ويام صراع. هيك يصير صراع، معركة الإطار والدولار ما بيها طرف ربحان، لو الإطار لو الدولار. والله أنا متحمس أشوف إيش راح يأثر وإيش راح يصير. والله شوفون الدنيا اللي انقلبت. أكو مثل نقول إحنا بطلنا من كتلة الناظر نريد السلة مالت العنب، فعلى ما يبدو هو يتأمل إنه يرجع الدولار إلى 1118 هيك. ولا هذا اغسلوا إيدكم. طيب هسا إحنا نريد نرجع لي وين؟ لل 145. هل نحن ماضون إلى صعود جديد للدولار؟ أنا لا أعتقد بكل أمانة. ممكن بكرة ينزلونهم تريلتين بالشورجة وبالكفاح يبيعون وحدة دينار عراقي ووحدة دولار، يشتري منها ويحط بالسيارة الثانية، ما عنده مشكلة. تريلتين، وحدة محملة دولار وحدة محملة دينار، ونازلة بالشورجة وبالكفاح، راد يسوي تحالف دولي حتى نحميهن. هو محفظتك ما تسلم عليها بالشورجة. حبي محفظتك شنو؟ انت اذا مالك او عندك شيء مبق بالشورجة من الضوجة يبقوك. المهم يرجعوك للبيت مبيوق، ان شاء الله مبيوقة كرامتك. والله يا استاذ تريلا يعني عاشت ايدك، حبيت هاي الفقرة. بالله كملي لي بدعت روبرتو كارلوس من السبب. اكو ابتزاز لحكومة السيد محمد الشاع من قبل مافيا الفساد التي عشعشت شركات صيرفة وبنوك كانت تعلم بسعر الصرف قبل ارتفاعه، وهي تابعة لخط ولون سياسي معين. مجرم أو المتهم علي غلام اللي صدرت بحقه يعني أمر قبض، اللي عنده 4 مصارف، هذا هو جزء من المنظومة، جزء من منظومة رفع سعر الصرف. حيدر دعبله؟ اسمع، تجاوز لا تتجاوز علي غلام، ممنوع تجيب اسمع على لسانك،
منو بيقول عليه مجرم او المتهم؟ علي غلام حصتي. انا طلعته للعلن، اي شيء يسويه شيء غلط تعال احكي وياي. اذا ما جبت لك حقك عمي تعال عاتبني. ومن تريد تعاتبني اضربك 100 عتاب على حلقك، انت من حتى تعاتبني؟ وقف عدل. طلع ايدك من جيبك ولك اسحب كلامك يلا اسحب. استاذ حيدر نادم على ما ذكرت؟ قطعان. اوف. لا اندم على شيء. ايه. انا كتبته لا في تويتر ولا في لا لا يقول لك تحرير. ايه ممتاز. سجلها سبع ووكح ومغامر وشقي بس لو يموت ما يصير متدفق. ما شاء شنو انت ما عندك كبيرته؟ لك انت كبيرك شلون قبل تفك حلقك على علي غلام ولك؟ ولك؟ انت ما شاء الله عليك كابتن فعلا اكو من عاتبه. معقوله؟ نعم. يعني قصدك بدل وباق هوا وترزل وفر يكتب اعتذار على تويتر يقول مو قصدي والله؟ ما شاء الله عليك كابتن صحيح اكو تغريده إلي كتبها يوم 20/12 في لقاء لي مع قناة زاكروس أشرت سهواً إلى اسم السيد علي غلام فيما كنت أقصد نور زهير المتورط بما يعرف بسرقة القرن لذا أقتضى التنويه والتوضيح لما تقتضيه الأمانة الإعلامية وتجنب المساءلة القانونية. قول بالله اقتضى كلش هواي اكو قافات وطاءات بحيث أنا يعني صعب. قول اقتضى اقتضى يقتضي مقتضي قول اقتضى يقتضي مقتضي. والله قلتها زين بس تتعب كلش. اسبو يبيك امين ما شاء الله عليك خطيه ظل يتقلب الليل كله يمنه ويسره هيك الامانه الاعلاميه عفوا الامانه لا ما اقدر بعد لا اشرت سهوا خرب يومي لا شلون اغلط هيك غلط شلون اغلط هيك غلط ضميره هيك قام يحكي ضميري جامنا على هذا احنا اوكي رغم هوسه الولائيين وندم حيدر البرزنشي احنا نريد نفهم سوري انا اسف قلت حيدر برزنش ندم حيدر دعبله احنا نريد نفهم السبب الحقيقي لهذا الارتفاع فخلينا نرجع بالزمن شويه حتى نعرف ايش صار. سفينه رجعينا بالله بالزمن شويه. تفعيل جهاز باك فاير. النائب بالبرلمان حامد الموسوي وهو نائب عن كتله الفتح قال سعر الصرف تم تحديده من قبل وزير الماليه بالاتفاق مع سائرون والكاظمي. كذلك النائب كاظم الصيادي قال التيار الصدري هو من تسبب بكارثة ارتفاع سعر صرف الدولار على حساب قوت الشعب المسكين. بس هو صحيح محافظ البنك المركزي من التيار الصدري؟ نعم. نعم هو الرجل الحالي 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 نعم نعم. أريد أعرف من هو المسؤول الحقيقي عن رفع سعر صرف الدولار؟ والله تستطيعين أن تسألي النائب التي كانت من التيار الصدري التي تقول يعني وهم فرحوا فرحا شديدا وابتهلوا وابتهجوا. تقصد السيدة ماجدة التميمي؟ نعم نعم نعم. هسا اوكي من رفع سعر الصرف هم سائرون والكاظمي تمام بس انتم مو كنتوا ضد الموضوع وهددتوا ابو رغيف اللي بحسب تقرير الواشنطن بوست الاخير انه كان يعلق بالعالم من ايدها من السقف وكهرباء وخنق بتشيس وبحسب تقرير الواشنطن بوست ايضا كان يكسر سنون ويغرق ومقعد الموقوفين على الصالنصه مع السياره ما ادري على الجير وننتظر التحقيق بهذا الموضوع وما ادري بوقتها ايش عجب دخلتوا ابو رغيف بموضوع سعر الصرف هو الرجال يصرف بس مجهود بعدين طبيته بقوانه الفقير والشعب والراتب والرعايه وش راح ياكلون والسواتر وهم ما ندري ايش دخل السواتر بالنص بس بكل اوردر موجوده السواتر هي بس يلا اوكي احنا بيها ظل البيت لهم ديدي هذا البنك المركزي وهاي رئاسه الوزراء والماليه وهذا الدولار الزموا الدولار وخبزوه بالقاع سووا دولار ال 100 دولار سووها ب 2350 دينار يلا روح يلا انطلق اغلب نواب الاطار التنسيقي قبل تشكيل الحكومه قالوا اننا سنسعى لخفض سعر صرف الدولار لكن الان الموضوع تم ربما تهميشه والسكوت عنه ليس قضيه تمييز هناك واقع اقتصادي لا يمكن تغييره واقعا موضوعه الدولار عندما هناك ارباك يحصل في السوق العراقيه عندما تاتي تخفض الدولار هو مرتبك بالاصل ومشتبك ثم تأتي مرة أخرى تغيره بحسب الاختصاصيين طبعا يقولون أنه لا نستطيع تغيير سعر الصرف إلا بعد 4 سنوات أو 5 سنوات من تغييره يعني طبعا لازم يعوض المواطن بس سؤال هاي منتجات الأصفر منه حياتي إليك مرحبا تعال حيدر تعال دا طعمك شمزي عدي دي تعال وي ودادة أشقد طيب الشمزي ما بلعتونه أنت كلش لا تندم على شيء تقوله إذن الزبابيك دا يتهمون السيد انه هو السبب برفع الدولار ومن اجوي هم للحكومه قال لك والله ما نقدر نغير وهاي يعني اتفاقات وهاي السوالف هاي بس هنا اجى ببالي سؤال مهم
السيد وين يا جماعة؟ الحقيقة السيد الصدر في الفترة المنصرمة يستخدم أسلوب جديد مع الإطار، وهو أسلوب الصمت أبلغ من الكلام. هو صمته يتحدث، لكنه قاعد على تل عالي ويباوع، يقولون قاعد دا يراقب. هو صمته يتحدث ويسجل نقاط من هسه. إن السيد مقتدى الصدر والتيار الصدر هو متربص، يقول لك قاعد ركبة ونص. السيد مثل الأسد اللي قاعد على التل ويباوع. ها خيرك؟ شش، مفعل وضع السيد حاليا. صمتي جوابي. شو مليت؟ معقول السيد ما مل؟ بس والله العظيم الصمت يخوف يا جماعة، جديات ما تدري شك وراء. يمكن السيد مطبق مقولة إذا كان الكلام من فضة فالسكوت من ذهب، والسيد هو ذهب. بس ما أدري منين جابها لنا هاي سالفة الصمت. صمتت لي 10 دقائق السحنة تروحي متت متت بالعباس متت. لا حبي السيد، ترى 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 صمت السيد يعني دير بالكم، ترى السيد ثقيل. الحقيقة هو السيد الصدر، سمحت السيد الصدر حينما انسحب من العملية السياسية، كفرق هناك، ولم ينسحب من السياسة، وهذا باب بقى مفتوح، أي أنه احتمال السياسة لها أبواب كثيرة، صحيح. فاحتمال أن يخرج لنا من باب آخر من السياسة، أو من نافذة، أو من نافذة. لا، هو الرجل واضح، لا يدخل من النوافذ. أولا هو السمين، وثانيا له موقف، وهو يليق به أن يدخل من الأبواب. حبيبي السيد براحته، السيد يدخل من كل مكان، من الشباك، من الباب، من المدخنة، منين ما يدخل السيد يدخل براحتك سيدنا. انت شو تشوف احنا نطيع ونسكت. بس يعني والله السيد مو مال شبابيك، اكيد محضر شيء قوي. ترى ابو هاشم سمحت السيد مقتدى الصدر ترى محضرهم قنبله نوويه. اه والله العظيم. سيد رحمه لوالدك، انسحنت روحنا سحين. متت بالعباس، متت يا قنبلة سيد، فدوا اروح لك. اصلا الكرة الارضية متنشن وضعها نوويا. سيد انت جاي تخصب وما ندري. سيدنا احنا سألنا على السيد وين، طلع على التل ومتخذ وضع الصمت ومنسحب من العملية السياسية. نعوف التلة وننزل للقاع ونشوف الحكومة الاطارية ايش سوت على هذا الموضوع، رفع الدولار. ايادي اجنبية وخصوصا الصهاينة والامريكان يتلاعبون بهذا الملف وفي البنوك، ويفرضون بنوكا ويحذفون مصارف. التصريحات التي صرحت بها السفيرة الأمريكية وتقول الأيام القادمة سوف تكون هناك تظاهرات، هذا مربك للسوق العراقي، مربك جدا. واحد قاعد في بناية البنك المركزي نقل إليه مع جلسة، نعم. قال احنا جالسين ثلاثة، ما اقول منه، يقول معنا الرابع هو امريكي، الرابع اللي يقعد في البرلمان في مع البنك المركزي مع الرئيس هو امريكي. قلت له ليش، شنو هذا، شو يسوي؟ قال هذا التليفون مباشره يتصل بالبنك المركزي الامريكي، يعني هو فيقول له ضخ دولار او لا تضخ الى هذه المنطقه. والدولار هو من اللي يحركه؟ اللي يحركوه الامريكان والسي اي والمخابرات الامريكيه في العراق. طبعا الامريكان دائما 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 ورا كل المصايب اللي يصيرون بها الاطار. هو السي اي اي بها قسم اسمه قسم استهداف جبار الماموري وهاشم الكندي، وشلون نفرها على الإطار حتى الناس تكرههم ما علمهم وكلش محبوبين من قبل الجماهير. وهذا القسم يشتغل بيه سكاريت جوهانسن وديفيد سميث وعبد الله الخربيط باك ستريت بويز. بعيدا عن هذا كل اللي صار هذا كله روح وتعال وشنو دنا نتونس. تعالوا دنا نحكي بشكل جدي سبب ارتفاع الدولار بالفترة الجاية وين راحت، وهل راح يرتفع مرة اللخ، لو استقر لو شنو وليش. علي جنين اطلعوا لي شويه برا بالامر عليكم، دا احكي ويا الجمهور. يلا يلا استعجل، سفينه برقبتك سيدي، استعجل. يلا يلا شنو ايش قلت؟ سفينه برقبتك سيدي. يلا ما تخاف ما راح نطب، احنا امان. يلا حبيبي، شايف من تفتر بالاسواق وتشوف بضاعه ستوك وتعبانه ورخيصه، سواء مواد غذائيه، ملابس، حاجات منزليه، اجهزه كهربائيه، سيارات، كل شيء اخر، وصناعه داخليه ما عندنا ولا حتى زراعه، هذا الشيء متميز به العراق. ليش؟ لان سعر الصرف في العراق رخيص جدا، أدى إلى استقطاب الدول المجاورة لنا له بطريقة أو بأخرى، ولا نستطيع منافسة منتجاتهم.
نحن نلاحظ أن الأسواق المحلية مملوءة بالمنتجات الدول المجاورة ونحن نستخدمها وأسعارها مناسبة، بالتالي أصبح المنتج المحلي لا يستطيع المنافسة. من الوسيط بهاي المعادلة؟ المصارف وشركات الصيرفة تشتري دولار من البنك المركزي وتحوله للخارج مقابل أن تجيك كميات هائلة من البضائع اللي مو كلش مفيدة بالنسبة للناس، أو بدون ما تجيك بضاعة، مجرد أوراق. وحتى تفهم شلون تصير عملية بيع الدولار المصارف ومن ثم تهريبه للخارج، بيع الدولار يتم بهاي الطريقة. المصرف يقدم استمارة بها اسم الزبون والمبلغ اللي يريد يشتري به الدولار والغرض من الشراء، ويتم البيع. بالعراق اكو 81 مصرف غالبيتها مصارف إسلامية، بينما السعودية بها مثلا 15 مصرف، إيران 26 مصرف، تركيا 28 مصرف. أغلب المصارف هي بالأساس كانت شركات صرفة وتحولت إلى مصارف بقانون اسمه قانون المصارف الإسلامية. عندنا بالعراق أكثر من 2000 شركة صرفة، وكل مصرف عنده عدد من شركات الصرفة تابعت له. أي شركة صرافة تريد تحول إلى مصرف إسلامي مجرد تقدم معاملة برأس مال 100 مليار دينار. هاي الشركات والمصارف هي اللي تسيطر على النظام المالي بالعراق، وأكو أحزاب ميليشيات هي اللي تسيطر على المصارف. واللي يفك حلقة وياهم ينزل اعتذار بتويتر ثاني يوم يقول أنا آسف والله مو كان قصدي غير واحد. اغلب المصارف بالعراق ما تقدم خدمه مصرفيه للناس، ما يهمها العميل، يهمها التجاره بالعمله بالاساس وخطابات الضمان. وصير بمكانهم شغله تدخل لك يوميا فد مليون دولار، ليش تتعب وتوظف ناس وتشغل وتدوخ وتروح بالمواطنين وهذا قال وهذا حكى. مثل ما تعرفون اكو هوايه شخصيات مسيطره على مزاد العمله ونقل العمله الصعبه لخارج العراق، منها على سبيل المثال للحصر. في 2 كانون الأول الفائت طلقت الام تي في اتصالا من بغداد من سيدة عراقية تزعم أنها تعمل في البنك المركزي العراقي. هذول بيقدر تكون مثل أذرع إيران بالعراق. حسن ناصر اللامي عند مصرف نور العراق وعبر العراق، والدليل على أنه حتى مول داعش البنك الفدرالي الأمريكي أنطى رسالة للبنك المركزي إن هذا الرجل خطير، هذا الرجل فاسد، لازم يتحارب. وهو أنا أعتبره وأبوي الموظفين هم يعتبرونه قاسم سليمان المادي بالعراق. حسن ناصر جعفر اللامي أو حسن فاتورة أو ملك الفواتير المزورة حسب صحيفة نيويورك تايمز، شنو ضرر هاي الفواتير المزورة على الاقتصاد العراقي؟ إذا رجعنا هسه الحكومة من ضمن إصلاحها، لو أنا يعني بمكانهم، لو أنا أكتب ورقة إصلاح، تعال كل من أخذ يا مصرف، مصرف سين إيش قد أخذت هالسنة أخي؟ أخذت مثلا 27 مليار دولار حولت للخارج، تعال فواتيرك وينها؟ تعال أبو الجمرك هاي الفواتير إيش دخل منها؟ أنا راح يبين الواوي. هسه عرفنا وين الواوي، طلع بالفواتير المزورة. زين من الواوي ومن هو الملك؟ معقولة كلهم ملوك واوية؟ يا دكتور عادل عبد المهدي رجل اقتصادي انت عبرتك قطعان. أوف. على اساس انت فاتح الباب على مصراعيه لنافذة البنك المركزي وكل الفواتير المقدمة لكم مزورة؟ فتح الادعاء العام تحقيقا حول نافذة بيع العملة من قبل البنك المركزي وعدم صحة فواتيره في حدود 200 مليون دولار، هذه دا تذهب للشراء مواد إلى العراق بموجب فواتير، مثل ما تفضلت بالتقرير هي فواتير قسم منها وهمية. أحد الأشخاص قال أنا عندي سجل مال موتى، أجوا بعض المصارف أخذوا السجل وسووا فواتير بأسمائهم. سجل موتى يتحول إلى فواتير مزورة، وش كم مقبرة عندنا بالعراق؟ هذا الاستثمار اللي اسمه بالدنيا وبالآخرة، لما يستثمرون بيك لما أنت عايش ويستثمرون بيك وأنت ميت وما يعوفك لحالك. والعراق ايش قد ابو خير بكل العوالم العراقي يجيب فلوس، فبسبب تهريب العمله ولان اللي دا يتهرب هو الدولار الى خارج العراق بفواتير مزوره، فالدولار قام يتاذى بالسوق العالميه شويه بسبب هاي المبالغ اللي قاعد تجمع. ولهذا السبب ولاسباب هوايه من ضمنها مثلا الكلام الكثير جدا عن سرقات وفساد وتهريب وغسيل وتمويل ميليشيات وفشل الاتفاق النووي تقريبا، وزاره الخزانه الامريكيه دا تضغط على العراق حتى يقلل مبيعاته من الدولار اللي دا يتهرب. ونزلت مبيعات البنك المركزي من 270 مليون دولار باليوم الواحد تقريبا بشهر 10 هذا الكلام الى 130 مليون دولار باخر اسبوع، ولهذا السبب ارتفع الدولار داخل العراق. ها وبغت شغله، الخسائر الماليه بسبب مزاد العمله والفواتير المزوره بسبب هاي من 2011 الى 2019 الخسائر فقط تجاوزت 132 مليار دولار. تقدرون تشيكون هذا المصدر، خليكم ويانا. اهلا بكم مره اخرى، ولانه انا شخص معطاء ومتقد الذكاء ونبيه ومتسامح ومتدفق،
فأحب اليوم أمن على علي البصراوي بعطية من عطاياي السخية. ولأن أنت حكيت لي قصة السمكة والطاوة والمقطوم ذيلها وهاي وما حد استفاد من عندها أي شيء غير بزازين المنطقة، فأنا أحب اليوم أحكي لك قصة حقيقية راح تغير حياتك وتعلمك شيء مفيد. أنت كإنسان متكل على الآخرين وبطيء وأخبن وسهل الاستخدام، فلا بد أن تلقى لك في يوم من الأيام فتشغلة ثانية تعيش منها غير اللي واقع لي. فأنا راح أحكي لك قصة تتعلم من عندها المستقبل. أنت تحب قصص السطو والبنوك والثريلر وهالأشياء؟ نعم سيدي. يقول لك هاي بيوم من الأيام، خلينا نبدي من القصة الكبيرة اللي قبل أيام اكتشفناها أنه أكو 3 مليار أو تريليونات في الضريبة، واليوم ده نسمع أخبار أنه قد تصل إلى 15 تريليون. هي خطة، أنت شايف في المسلسل لقازة دي بامبي؟ هي شايف. هي خطة هي. أنت لقازة دي بامبي؟ هي شايف. في المسلسل لقازة دي بامبي؟ شايف. هي خطة هي. أنت لقازة خطة هي. وما واحد قبل شفت على المصرف. صح. خطة خطط لها واحد من البرلمان ونفذوها عدة أشخاص. الخطة يحتاج لها واحد يدخل اللي هو نور أبو فاطمة. أنت شايف في المسلسل لقازة؟ والله يا أستاذ مصطفى أنا ما شايف فيلم مسلسل لقازة، أنا أحب قصص شيخ زبير، وكنت دائما معجب بفيلم مسلسل ذئاب الليل. بس أنت صح، هي اسم المسلسل فيلم مسلسل لقازة. بلقازة بالجزء الأول طبت العصابة بقيادة البروفيسير ديبوغون 2,400,000,000 يورو، يعني تقريبا 2,600,000,000 دولار. والقصة اللي نريد نحكيها اليوم هي اللقازة مالتنا اللي انخبط بيها 2,800,000,000 دولار. اللقازة تقول هاي بلقازة من اللقازات، اكو واحد فقير وحباب يحب الفقرة والعراق، كان دا يتمشى بشارع الجمهورية ببغداد من جهة ساحة الخلاني مقابل السنك بالضبط يا ابو الكبة، فصارت له مشكلة ويا واحد من العبرية بالكية، فالعبري جرد درنفيس ونشخب درنفيس مربع جوا الأبط. ولأنه إنسان ملتزم بالقانون قرر يشتكي عدة دولة، فباوع عليه منه قال آني مضروب، وهاي قدام البناية مكتوب عليها الهيئة العامة للضرائب، فأكيد أروح يمهم. دخل على الهيئة العامة للضرائب قال لهم آني مضروب بتوا ضرائب ساعدوني. قالوا له والله احنا آسفين ما نستلم شكاوى شخصية، بس عندنا 2,500,000 دولار. نو نص 2,500,000,000 دولار، مسويها ازدحام بالغرفة وريده نريد نجيب مجمدة جديدة بالدائرة وما نعرف وين نخليها. تعرف واحد أمين نخليها يمه؟ بس عليك الله أمين ويرجعهن. فهو ما قبل بالبداية لأن كان مضروب درنفيس ومحتاج خياطين. وهنا قرر بطلنا يخيط جيب العراق ب2,500,000 دولار. اللي حدث إن هذا المال اللي هو مال خاص وليس مال عام، أي يملكه الناس كأمانة لحين تسوية المعاملة الاستيرادية أو لشركات النفط الأجنبية اللي تخلي أمانات وبعدين من تنتهي من أعمالها وتنفذ يفترض تستردها. إيه شنو رأيك بالقصة علي؟ زين، إذا هو مضروب بباطة وجايب كية شلون قدر يطلع 2,500,000؟ شهامة ونخوة العبرية وسائق الكية التي لا تدع عراقي في محنة وحيرة من أمره. أنت ما شايف برنامج الصدمة؟ لا. زين، شايف مسلسل حيرة؟ طبعا لا. زين، خلي أسولف لك شوية بقى، خلي أسولف لك عن فزعة العراقيين لما واحد بيهم يوقع بمشكلة وما يخلوه واحدة، وخاصة إذا شغلة بيها 2,500,000. يلتفون داير مدايرة كالحركة مال معركة النغولة بجيم أوف ثرونز. ولأنه الإنسان بطبيعته اجتماعي فهم قرروا يشاركوه بالأكل حتى لا يمل وحده. الشركات هي الحوت الأحدب، بادية المساء، المبدعون. بيش مبدعون؟ شركة القانت وشركة رياح بغداد. وبالكشف عن أصحاب هذه الشركات نجد أن شركة رياح بغداد مملوكة للمدير المفوض حسين كاوى عبد القادر، فيما تتبع شركة المبدعون النفطية للمدعو نور زهير جاسم. أما شركة القانت للمقاولات العامة فمديرها المفوض هو محمد فلاح عبد الله. 260 صك، القانت 77 صك، المبلغ الكلي 1,165,000,000,000 وكسور. الرياح بغداد
أو الحوت الأحدب، الحوت الأقشر مو الأحدب، 982 مليار 66 صك. رياح بغداد 607 مليار 45 صك. المبدعون 433 مليار و150 مليون دينار 35 صك. يعني تعرف أنت شركة رياح بغداد اللي مؤسسها مواليد 2001، يعني تصور 2001 عمره 21 سنة يقوم بهذه العملية وبهذا النصب الكبير. هذا لو ما طبعا جنسيته صادرة من أربيل، هذا لو ما وراء جهة سياسية نافذة يقدر يسحب هذه المليارات، يعني 400 أو 500 مليار دينار عراقي. عمره 21 سنة يعني أصغر من ويجز عادي. امبابي او تباها صار عمره 24 سنه وما شاء الله جاب 3 اقوال ارجنتين وانطوه قندره ذهب. نور المالكي عمره 72 سنه ورقعوه بالقندره حرفيا ترى. يعني وش يعني مواليد 2001 وسحب صك 607 مليار دينار؟ شاب طموح واصل عنده الطموح مرحله ما قاعد ينتظر تعيين ولا الظهر على مود عقد 315، اتجه للقطاع الخاص واسس شركه بال 2021 براس مال مليون دينار عراقي وحصل 607 مليار دينار عراقي. تعب بهن فلس على فلس على فلس، يصير عن ثلاث فلوس ما يصير 607 مليار. والله لو طيتك يطلع ما يصير. شباب بعد وتطور وما تتعصر المفاجآت هذا. وطيح الله حظك علي. وين عاد طيح الله حظك علي؟ قال لي اسمع الأرقعك بدرنفيس جواباتك والله انهزم. انه باسم الشركة رياح بغداد حبي هذا كرياتيف من الهوى سوى فلوس. مبدعون، الحوت الأحدب، بادية المساء، رياح بغداد، القانت. تحس اللي سجل هاي الشركات فتح التعليقات مال عمار الحكيم وشاف الأسماء الوهمية اللي يكتبوا له منور سيد وجاب خمس حسابات منه سواء شركات وجابين 3.5 تريليون دينار عراقي. بعدين أنا ليش حاير بأسماء الشركات؟ يعني قابل عنده خطة تسويقية يريد يجرج للزباين. هو لو يسميها شركة خية العتوي للأسمدة المتطورة هم راح تربح 107 مليون مليار. احد يحب يضيف كوميديا بعد عن اسماء الشركات؟ لو اللي لو دشخوكم مليارين ونص دولار بالمناسبه يعني، فلا هو يضحك. لا عصابه اللي سرقت الدوله حقيقه عصابه يعني سرقت الدوله وهي تضحك علينا بسخريه. يعني من تجين على اسماء المبدعون. بيش مبدعون؟ يعني نور زهير مبدع بالسرقه. نعم مبدعون حقيقه. يعني تجي رياح بغداد، شنو رياح بغداد؟ رياح الانبار ورياح البصره ورياح الموصل ايش راح تسوي بينا اذا رياح بغداد اكلت الخزينه من الفج للفج؟ باديه المساء انا ما سامع شيء اسمه باديه المساء. طيب باديه الصباح ايش راح تسوي؟ باديه الظهر وباديه العصر. بالاسماء هو ده يسخر من الدوله. صح. بالاسماء ده يسخر والله. صح. يجي القانت تقنت يملي تريليونات الصبح والعصر. شنو تحمد الله على البوقة لو تقنت على شنو تقنت؟ والله صحيح. يجي القانت ايه بطلت الجقاير رايد ارتاح، اجي ارتاح قال لا انا ما رايد. ايه على الضحكة انحسدنا وهي بس وعلى الضرطة انحسدنا وهي بس ريح. عيني سندس عيني، ترى مو شغلة الجاملية الحنان على تحشيشاتها البايتة، هذا شغل مديرك بالله. هو الرجال يريد يحافظ على رزقه والرزق يحب الخفية، وهو ما شاء الله يعني خفيف كلش، يعني عاد دمه شوية ثقيل يعني الله يسلمه، بس كلش خفيف على مود رزقه. يتلعبط يمنه ويسره ما شاء الله عليه ملعبط أصلي. وهي الأسماء اللي ما عجبتك فجابة فلوس أكثر من كل الشركات اللي أسماءها حلوة، ليش تضحكين عفوا؟ لا هذا وقت تضحك ها. وبعدين عادي 6-7x7 الأسماء مو دائما لها علاقة بالشغلة اللي يشتغلها الواحد. مو أكو شربة حج زبالة، مو أكو حزب الدعوة وهو حزب ما لأي داعي، مو أكو حزب تقدم وشوفت عينك، مو أكو حزب الفضيلة. بعدين تعي أنت مو اسمش حنان؟ يعني لا ترمي الناس بالشي يسمونه وبيتك من هذا. يا عيني يا قلبي يا عيوني. إي على الله وخليك أكمل لك اللقازة. ايش تتوقع المن تابع هالشركات كلها اللي هو المدير؟ بالاخير نوصل الى حقيقه ان كل الاموال راحت الى نور زهير. راح بغداد حسين كاوة خول عبد المهدي. حلو. باديه المساء هو عبد المهدي المدير المفوض. المبدعون نور زهير، القانت نور زهير، الحوت الاحدب عبد المهدي توفيق. فش صار عندك؟ صار ثلاثه باسم عبد المهدي توفيق واثنين باسم نور زهير. هاي الشركات اتضح لاحقا انها وهميه وحتى مقرات ما عندها. اثنين منهم مبلغهم التأسيسي فقط مليون دينار. وهكذا يا أصدقاء اكتشفنا أن كل الشركات تابعة للأخ الفاضل العزيز نور زهير.
وبالتأكيد واحد عنده 5 شركات أكيد عنده بيت بالأميرات، لأن كل واحد يصير عنده فلوس لازم عنده فد مشتمل بالأميرات على الأقل. و55 عقار باسم هذا الشخص هو وزوجته. 3,701,000,000,000 دينار على شكل عقارات بالمنصور. 50% من مول عملاق في بغداد. 60% فندق في البصرة عندنا عملاق إلى 25%. 3.5 مليون دولار. 3 مو غالية شوي؟ لا اكتبي بالجوجل ساعات فيليب ايش قد سعر. عنده حصة بميناء الفاو. نشتري 20% من هذا المول. وبيت في بالخضراء خلف الفقمة 1,000 متر. يعني عندي معلومة انه عنده طيارتين. بيتين في القادسية وشركات عدد 3 وشركات عدد 5 اللي صارن صيرفة. طيارة خاصة يروح ويجي بيها. قطعة أرض في الجزائر. فندق ثالث. قطعة في التنوم 15 مليون متر. و 15 مليون دولار. صيرفة في ميناء قصر نور ملكيته تتجاوز تريون نص دينار عراق. 18 بيت في الأميرات. يا قشرة الأميرات يا قشرة شارع الأميرات ياه تلزمه واشتري بيت بالأميرات. هو شارع طوله نص كيلومتر ب 9000 بيت ومراكز تجميل وشركات وسفارات ونوادي رياضية وجامعات وملاعب ساحة وميدان وقاعات مال أعراس ومجمع شادرتشي مال حاسبات وصور فورية واستنساخ. حبيبي منطقة الأميرات خارج مقياس الجاذبية الأرضية. الأميرات كل شيء بيها. الشيء الوحيد اللي ما موجود بالأميرات هن الأميرات. الأميرات يراد لها محافظ مو مختار. الأميرات تتوسع أفقيا راح توصل حلة ما ظل شيء. ودائما أكو بيوت مساحة الواحد منهن 2,000 كيلومتر مربع للبيع ويشتريها مسؤول. حبي أنا ولد صديقي كان بيتهم بالوشاش بالأسكان قصدي. من تسأله يقول لك أنا بيت وين ساكن يقول لك والله بالأميرات. يا بشلون يقول لك والله بيناتنا شارع اللي هو شارع 14 رمضان تطلع قبل تلوف يسرى تظل قبل مسافة 5 كيلومتر تلوف يمنى توصل الأميرات. إذن أنا بالأميرات. حبي سايكس وبيكو من قعدة وقسموا الشرق الأوسط وصلوا للأميرات. أو نو برنسيسز أو نو 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 عيوني جماعة الأميرات والله مو حسد عيشة والله الله يشهد يعني بالعافية وتستاهلون بس كافي كافي تبيعون بيوتكم. إنه بنتكتب باليوتيوب شارع الأميرات يطلع لك أول فيديو بيوت وقصور شارع الأميرات مو بيوت ضيم. الشارع يشهد حسد عيشة جماعي من قبل 40 مليون إنسان. وهنا اكتشفنا إنه المالات كلها مال نور وتمضي اللقازات وانكشف الموضوع ونور زهير تعرض لأكبر حملة حسد عيشة بالوطن العربي. وهنا لأن الحسد عبارة عن طاقة سلبية فللأسف تمت مصادرة حرية الشهيد الحي السيد نور زهير. قي القبض على أحد أكبر خيوط شبكة الفساد المتهم نور زهير الذي كشف بدوره عن تورط أسماء وشخصيات كبيرة ترتبط بحكومة الكاظمي السابقة. أعلن وزير الداخلية عثمان الغانمي تسليم المتهم بسرقة أموال أمانات الضرائب إلى هيئة النزاهة. وجهنا قوة خاصة من الداخلية بالمتابعة وأمرنا القوة بتنفيذ أوامر. من اللي زمت قلت لهم أني راح أمثل نفسي عربي أعمل وتشلب لب واحد بعد ما يهد لأن هذا سرق مال العراقيين. ألقي القبض على أحد أكبر خيوط شبكة الفساد. وهكذا تم القبض على ضحية الدرنفيس. ونشاهد الآن صور حصرية المتهم وهو دي يسوي اندور فوتو سيشن بإضاءة المكان وبدون أي إضافات. نشاهد جمال الصور وتنسيق الألوان وما شاء الله يعني جمال وذوق عالي جدا. وبصراحة علي بصراحة الجهود اللي لازم وزعهن هو خطيه من كان مسجون لازم يسوي له بوستر عليها مو بس تصوير مو بس هالصوره لازم يصوروا بدرونات همات. يقول لك بس الاعترافات اللي صارت بيوم التوقيف اكثر من 500,000 اعتراف. الضباط والمراتب والعدم زيارات وبالحانوت وابو القصعه وابو الميره والمتواجدين جميعا يعترف ويرجع لي ورا يعترف. احساس بالذنب فظيع كان عنده ذيك الليله. مسكين يريد يفرغ ذمته. الرجال يعني هو اللي سوى اللي عليه كت اعترافات ودفع المسكين دفع البلا وارتاح وفرغ ذمته وصفن يشي بينه وبين نفسه. قال لك بالله هاي البهذلة واللعبان النفس وأنا بالسجن ويعني كرامتي وكلها على مدة 3 مليارات دولار أمريكي. ما رايدهن الرجال ما الضريبة أمنوهن يمه وما تسوى. دي السالفة كلها كانت دكة درنفيس بأبط. وهنا صار تنازع على خدمة الموقوف
الذي ما زال على ذمة التحقيق بين أفراد القوات المسلحة العراقية. سلمت مديرية أمن وسلامة وزارة الداخلية المتورط بسرقة أموال أمانات الضرائب نور زهير إلى محكمة الكرخ الثانية لإجراء اللازم بعد القبض عليه أثناء محاولته الهروب إلى خارج البلاد. ما عندك فتشي بعد هنا؟ تمتريك؟ تومر سيدي تومر. أبا ما شفت شلون يمشي يمشي هيجي. هو كلهم كتفين يمشون هيجي عادي ترى. بس هي تشتف يعني يصير شوي. الرجال وضعه يبدو جيد الحمد لله، صعد الجكسارة مكتف ونزل ايده مفتوحة ويمشي طبيعي والحمد لله والشكر. دائما الشرطة معروفة من تلزم المتهم يسألوش متريق. مرات يسألون المتهم على نوع الدايت. خاف مسوي كيتو ما يريد يخربطون مستوى الدهون بجسمه مسكين. اما السموذي فكلش كلش كلش يراعون نوعيه الفراوله المحطوطه لي فوق، واذا كان المسجون بسكتيريان فيحرصون يجيبوا له سمك وخضار حاطين ببوكسات قابله لاعاده التدوير بطيب سجين. والله والله العظيم هي حظوظ يا اخويا والله العظيم، يعني كل ما نسجنته الله. ثم الحمد لله والشكر طلع منها ابو فطوم السبع صامخا ثاقبا لامعا ملعبطا في وجوه الظلمة والطغاة. أعلنت محكمة تحقيق الكرخ إطلاق سراح نور زهير أحد المتهمين بسرقة الأمانات الضريبية بكفالة مالية استنادا لما ورد بقانون أصول المحاكمة الجزائية. بكفالة مالية أفرجت محكمة تحقيق الكرخ المختصة بقضايا النزاهة عن نور زهير أبرز المتهمين بسرقة تريليونات الدنانير من أمانات الضرائب العامة. السوداني يعلن استعادة أكثر من 182 مليار دينار من أموال الأمانات الضريبية والمعروفة بسرقة القرض. شوف أنتوا تطلبوا مليارين دولار وكسور، طبعا الكسور هي يعني 400 مليون دولار، يعني عزيزي العاطل عن العمل. يعني الرجال رجع 180 مليار دينار، هسه فرق حرف فرق عمله ما تسوى. يا اخوي ابو فطوم اتهم يعني لا تشيل لها هم، اعتبرها انفجران دم. احنا اذا حسبنا الطلي على ربع مليون فهاي 732 الف طلي فدوى لقندرتك اخوي. يبقى المليارين دينار نجيب بهن وحيد قرن نذبحه لسرقه القرن، وهيك تكون انتهت قصه نور زهير. طلعت القصه انكشفت، راحوا لسموذ ابوه بالسجن ضغطوا عليه بالتحقيق، حرموه من السموذي والسنوكرابز لمدة يومين، انهار وطلب السماح والتوبة بعد ما يسويها والله 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 العظيم والله. ورئيس الوزراء طلع بمؤتمر صحفي وراء الفلوس اللي رجعهن وقال انه هي هاي الفلوس، والحمد لله هذا كان اثبات حرفي وحتى يعني حتى يثبت للناس انه هاي الفلوس ورايا، والحمد لله لحد الان رئيس الوزراء هذا ما لزم اي كونتينر مال كان طلع وورا الشيء يسمونه هيجي، وهنا تصير هاي سرقة العرن الله وكيلك. فأنت هنا أنا عزيزي راح تعتقد أنه نور هو بطل مسلسل لقازة، بالحقيقة بطل اعتقاداتك هاي. وخليني أكمل، لأنه أكو جنود مجهولين بالقصة، منهم من كان تربطه علاقة وثيقة بنور زهير. أبو فاطمة نور زهير جاسم، نور زهير جاسم المغفى جاسم ممكن يقال جاسم. أنه كان مدير مكتب دكتور هيثم الجبوري عندما كان رئيس اللجنة المالية البرلمانية. بالعباس لا، بالعباس عليك، بالعباس أبو فاضل لا. رجل جاني عن طريق مكتبنا قالوا يا أبو هذا ولد من البصرة، هو بصراوي زين ريد يجيك، جاني الولد قال يا أبو عندي شغلة بوزارة التجارة حلو وهذه مشروع استثماري وقشمروني وخذوا من عندي، قلت له بسوي قشمروا أبو فاطمة اي والله هاي من الثلاثة قال قشمروا بعدين قشمروا على شادش 2017 الله فتح حولك اختفى عني. ها اختفى يعني قام مثلا بالست شهور اشوفه مكان زين او مثلا سلم بال 2019 2020 كان عليه لحد المصارف خطاب ضماني مليون دولار ما قدر يسدده وصدر عليه القاء قبض. اوف اي والله قال قشمرهم بعدين قشمرهم على شادي عيني سندس خلاص كافي. مو كل شيء بالحياة ممتع، الحياة بها ألم شوية. هاي السخرية الزايدة عن اللزوم بالأحداث المصيرية الجادة لابد أن يضع لها حد. السندسة لها ظروفها ووقتها وزمانها، لا يجوز للإنسان أن يتسندس عشوائيا. الحلقة مو كلها ستوريات وريلزات، أكو تقديم جاد عادي. أني سندس شفتين رجال خايف وبايق هوا ومرتبك
ومع العلم هو ظهر المالكي، اذا ايش قد ما ليوصل القصه؟ راح تقولي لي شلون ظهر المالكي وايش جابه على المالكي؟ ما اقول لك بس مضحكين. وانتم بدك تشوفوني، لا ما اقول لكم ايش جابه على المالكي. ما تعرف تتعب نفسك شويه وتتحركون. قاعد وتسحب بيدك وتكرس حضرتك. ايه؟ ما قلت لي شلون ظهره المالكي؟ فيلم مسلسل لقازه قدامك. قوم تعب نفسك. وقف الحلقه وقوم. لا لا خلص الحلقه وراها قوم دور على هيثم والمالكي. انت لو بيك خير كان اسست لك شركه جابت لك 607 مليار دينار، مو قاعد تتفرج. ايه وتكرس حب. قوم. سفينه. نعم سياده الرئيس. ماكو شيء نسيت. ها ذكرت دقيقة. سفينة ماذا تريد من اصخام البين؟ ها ما بكيفك. انا ادري انت تريد هيثم الجبوري ودوره بالعملية هاي. براحتك سوسو. جاري تفعيل جهاز التلعبط. اتهمت لجنة نزاهة نيابية مستشار رئيس الوزراء المالي هيثم الجبوري بالتخطيط لعملية الاختلاس. فيجي الدكتور هيثم الجبوري من تلقاء نفسه دون أن يستشير أحد يوجه كتاب يطلب أن يلغي رقابة ديوان الرقابة المالية. الكتاب الصادر بتوقيع النائب هيثم الجبوري رئيس اللجنة المالية لا علم لنا به. فقلت له يا أبا أنا راح أقترح عليكم يا ديوان ويا وزارة مالية ويا أمانة عامة ويا مكتب رئيس الوزراء بأنه هذا التكليف اللي سواه السيد العبادي ما زال نافذا في حكومة السيد الكاظم، يعني السيد الكاظم هم يريد يستمر لو ما يريد يستمر. كفرت الله ولحد. أستاذ هيثم أنت لو كافر تستغفر ربك، وربك غفور رحيم، وقيس قبلك سواها وعادي صار عنده وزارة التعليم، بس هاي دكتك كفرت كمية هائلة من البشر، فأنت تتحمل كفرانك وكفران كل من شاف اللقازة مالتك هاي. بس بقى حتى تكون بالصورة والواحد يحكي القصة من جميع الشسمة، الشركات اللي تشتغل بالعراق كانت تعاني من تطلع فلوسها اللي يم الدولة، لأنه من تحط أمانات يم الضريبة ويخلص شغلها وتجي تريد تصفح حساباتها وتطلع أكو خطوات وإجراءات معقدة، هي بالضبط 16 خطوة حتى ترجع بها هاي الفلوس. فالرجال راد يحل الموضوع حتى الشركات تظل ترجع تشتغل بالعراق على مود السمع وهاي السوالف، كل شغلة السمع. فاختصر هاي الإجراءات وطلع الفلوس وشال المعاناة من الشركات. يعني شلون تقول هو طرف مختصر للجهود، يعني مثل المزلق، لا هو قابلية القابل ولا فعالية الفاعل، زلق الأمور وبعدين الأمور زلقت من إيده وهو راح بالزلق. ولكي ننزلق إلى بقية القصة، فللأسف نهاية الشيخ هيثم الجبوري لم تكن نهاية زلقاوية سعيدة. ألقت هيئة مكافحة الفساد القبض على رئيس اللجنة النيابية المالية والمستشار السابق للكاظمي هيثم الجبوري بتهمة الكسب غير المشروع والثراء الفاحش. جمع أكثر من 16 مليار دينار عقارات وذهب ونقد. هيثم الجبوري ليش هو انت صدقت هو موقوف؟ عمي هيثم الجبوري لابس دشداشته ومحول مركز الشرطة إلى مضيف، والصواني كل سان طابة صاء نازلة، وهي كل صانية عليها نص ذبيحة. انتو شنو تحكوا؟ يعني شنو موضوع حسد العيشة المنتشر هالأيام؟ يعني مسجون وحاسدي على الصينية اللي تنزلها، مسجون راح يخلص كل حياته بغرفة. وما نريد نقول شو يصير بالسجن يا جماعة، بس أنا دا ألاحظ بصراحة بالفترة الأخيرة من صعدة الفضاء أكو تغيير بحقوق المساجين. نور الشرطي يقول له متريق له لا، هيثم الجبوري ينزلوا له صواني. يعني بس هو جبوري وطاب، شو يجيبوا له صفر طاس ديسبوزابل؟ اكيد ينزلوا له ام العراوي. الجبور لا يسري عليهم ما يسري على الاخرين. الجبوري يولوا حتى من يتكاونون ويا جبوري. احمد الجبوري ابو مازن والرايفل مالته الازلي مشعان الجبوري، وهاي حرب الدحس والغبراء يا هاي. ومن الدحس هنا الدحس مشعان، ليش؟ لان ابو مازن دائما غبراء. سيدي احنا شو وصلنا للغبراء؟ مو كنا بدر نفيس واحد مصوب باطه؟ ادري عركه شلون واحد يصوب باطه. علي خليني اكمل لك القصه بقى. يعني انت تصدق معقوله نفرين يبوقون 3 مليارات 3 تريليونات و800 مليار دينار عراقي، وواحدهم يعني حتى من يتقاسموها كلش هواي، وهاي مو حسد عيش الله شاهد. لا بس حتى دا اعدد لك ابطال القصه بالتسلسل دقيقه. عدد كبير من الرحلات كان بيها ضياء الموسوي، وكان بيها اسم الموظف اللي في مكتب رئيس وزراء السابق اللي يدعي انه السكرتير الشخصي لرائد جوحي، واسم شخص اخر، شخص يعمل السكرتير الشخصي لرائد جوحي حسب ما نقل. زين هذا الشخص هو اللي رتب
الرجوع السيد الغزي على طائرة الخاصة للمتهم نور. خلوا أسامة قالوا له أنت شغلتك آلية الصرف. سوى العينتين جاب له ثلاث موظفين يعني خلى العملية محصورة في ثلاث أشخاص فقط، وقت سنقاهم وخلاهم يمه. أنا راح أذكر اسمين مسهلين في هذا الموضوع، رائد جوحي وهيثم الجبوري. أسامة وين؟ وأسامة وين؟ ضياء وين؟ زهير وين؟ قيس وين؟ ما أدري. دقيقة خلينا نلم اللقازة. استشعدنا عندنا أصحاب الشركات نص بالسجن نص طافرين، وعندنا نور بالسجن وطلع، وهيثم الجبوري بالسجن ومسألة وقت ويطلع يعني أو يرجع الفلوس أو ما يرجعها أو يحلف لهم بعد ما يسويها ويطلع. فش صار عندنا هسه؟ قصة ملمومة. طب على الخط أطراف غير ملمومة. عند رائد جوحي مثلا هم ذكر اسمه، مدير مكتب رئيس الوزراء السابق وسكرتير مكتب رئيس الوزراء السابق، ضياء الموسوي وابو الضرائب حسام اسامه جودت، حسام جودت هو مدير الضرائب اللي عينه الكاظمي واخرين. وهيك تكون خلصت قصه اللقازه مال الاوبا نور زهير. وهكذا اثمرت الخضورات وضرقت الطيور ونبحت الابقار وزقزقت الكلاب وعاشوا عيشه سعيده. ها هي ايه 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 رأيك في النهاية دي يا علي؟ خلصت القصة هي؟ يعني والله أنا ما متأكد بصراحة، بس شنو استفاديت وافتهمت من هاي القصة اللي رواها مصطفى سند وأحمد مولا طلال والقنوات الولائية لحد الآن؟ العبرة من هاي القصة سيدي إنه من واحد ينزرق درافيس بباطة يروح لهيئة الضرائب مو للمستشفى. والله يا أخوي أتفق. يعني الواحد من يوصل للحلقة الأخيرة من فيلم مسلسل لقازة مثل هسه يعني يبدي يحس بالفراغ من جديد. شو تقول علي، سوون جزء ثاني؟ أكيد سيدي، إذاك فلوس في الميزانية. يلا اطلع بشارة النهاية مال فيلم مسلسل لقازة. عنا الأيام الحلوة لظل وياك معذبنا يوم فوق يوم جوا ماكو شي دايم على حالة لا ضحكة دوم ولا جروح حتى باو علي على مود بس انت وياي وما حد يسمعنا راح احكي لك سر. انا عندي النص المحذوف من قصه لقازة اللي ما انسرد لك. واهس تعرف بعد تفاصيل المسلسل؟ ما عندي شيء سيدي. منو تعتقد كان المهندس الحقيقي لهاي القصه كلها؟ منو المهندس مال كل هاي العمليه؟ هو مو مدير عام الضريبه، مدير عام الضريبه متورط بس هو تلميذ عند معلم اكبر. المعلم الأكبر هو اللي هندس السرقة بالضريبة وراح على دائرة أخرى لا زال فيها يهندس الاستيلاء على أموال التأمينات. أسأل من هو؟ هو شاكر الزبيدي. كان مدير عام الضريبة. وقع على الكتاب قبل أن يغادر إلى مدير عام الجمارك. وقع على كتاب يطلب أنه الأموال هذه يجب أن لا تخضع للتدقيق الرقابي. هاي القضية بدأت منذ عام 2015 واستمرت واللي إجا كمل بعد المدير العام الذي نقل إلى الجمارك هو من نفس المدرسة. البطل مال هاي العملية هو المدير العام السابق للضرائب، هو شاكر الزبيدي. كان مدير عام الضريبة. أهلا وسهلا شرفتنا، بس ما تعرفنا على أخ.
الظاهر السيد شاكر الزبيدي مدير الهيئة العامة للجمارك الحالي ومدير الهيئة العامة للضرائب من سنة 2019 إلى 4/8/2021 مهندس ومعلم ووجهة تقول بدر ومبين عليه إنسان هادي وخلوق وغير متسرع وشيخ من شيوخ القوم، وهدفه من خلال خطوة إلغاء التدقيق هو لزرع الثقة بين الموظف والدولة، وأن يكون الموظف هو الرقيب على روحه، ضميره يحاسبه من جوه والله يحاسبه من فوق. لذلك من يجي صك ب 607 مليار دينار يفكر 607 مليار مرة قبل لا يوقع أو يطيل نور زهير أو هذا اللي عمره 21 سنة. وبعدين كلنا نعرف مشعان من يستلم واحد يجرم بيه، وهو هم يحمى زايد بصراحة وتاخذ الجرأة بالطرح أحيانا. اهدأ، وإذا كل شيء على الرجال الطيب الخلوق هذا المظلوم الملكوم الملشوم الممنون المأذون، اللجنة المالية البرلمان راح تاخذ دورها بالموضوع. تضيفين السيد شاكر الزبيدي مرتين مرتين نعم، لكن أي إشارة بالتقدير ما إلا بس اسمه مستضاف. مع العلم احنا في حلقات سابقة موجود عندنا وثائق أيضا حالية، قبل ما ينفك ويروح لل هو يروح للجمارك إذا سمحي لي رئيس الوزراء إذا سمحي لي أسرح أقول الدك كله على مديرين، يمكن واحد منهم الآن بالسجن، يمكن سامر وأسامة. نعم زين. وسيد شاكر الزبيدي استضافيته مرتين على حكايتك، وماكو بالاسم بالتقرير نهائيا عدا انه اسمه موجود من ضمن اللي تم استضافته. يا بدي يقول لك الرجال جابوه استضافه مرتين واشادوا به وكل شيء ما عنده واموره تمام، وهذا كله موجود بالتقرير النهائي وطلع بوجه ابيض يلحس. ها مش عاد ارتاحت؟ وقلنا لك استجن ولا تسبق، حتى الرجال بالاعلام اسمه ما طاش خطيه ولا حد ذكره. الله عليك يا شاكر يا اللي حارق قلوب الخصوم، خليهم حره يحترقون بنار الحقد والغيره من رجال الدوله الشرفاء. شعله من النار المبهمه التهمت طبقين في هيئه الضرائب العامه. صار ضرر بعض الحاسبات، بدايه عن حجم الخسائر وما اسباب الحريق. الحادث بدءا في الطوابق الرابع والخامس. طيب ألا يفترض أن تكون لدى الدفاع المدني وخصوصا في مؤسسات الدولة والمهمة يعني متابعة لتشخيص الخلل في توفير إجراءات السلامة؟ نعم، اللي عرفناه هم عندهم فرق حماية ذاتية، عندهم مستلزمات، لكن الظاهر أنه ما كانوا واجدين في تلك الساعة. هذا الخلل طبعا أشرة إن شاء الله تعرف على الأسباب الحقيقية، عدم تواجدهم، عدم وجود خبر الدفاع المدني. المهم بلغوا، ترى تصير عادي، دائما تصير حرائق بالغابات وبالحاسبات مال الارشيف اللي بيها ملفات اريد التخلص منها. بعدين الحاسبات اللي بيها ملفات ثقيله كلها تحمى فراسا تحترق معروفه. يعني انت كل شغله لازم تطلعون بها انه وش اسمه واي راح تقول لي وين كانوا اثناء الحريق؟ كانوا يتغدون ووراها ضربوا شاي بالقهوه وشافوا حلقه مسلسل لقازه واجوي. الاتصال بالاطفاء والتبليغ عن الحريق لازم يصير بمزاج، مو صحيح تخبر على الاطفاء وهم قاعدين يتغدون وتصيح حريق الحقوا لي حريق مو زي المعده. وشغل الاطفاء اساسا هو يجي على الحريق، لو عيني لازم نخابره ونعزم عزيمه. اي والله انا مدير ضرائب ومليارات الناس بذمتي واقعد انا كل ما يشتعل شيء اخابر الاطفاء والدفاع المدني واللواء علي ونقيب محمد انا مو فاهم الاصرار على ربط اسم شاكر بالحريق. ليش تتحسسوني عبالك هو اللي حارق المديريه لا سامح الله، لأن كان بيها ملفات بالأرشيف وأشياء مهمة؟ لا، أنا ضجت من هذا الكلام اللي يحرق القلب. شوفوني بالله مشعان خلي يفض من ورا من ورا شاكر، بنفتي من حاجي هذا منو نفتي؟ ما بيخوف شاكر شنو فيلمه هذا؟ مشعان لحوا علي هذا ما يعرف المسالفة. قد يكلفنا خطر، قد يكلفنا حياتنا صدقيني. قصدك المستور بس المكشوف اليوم، الكشف عن الكشف. الأسماء بالتفصيل لأن الأسماء المعنية عندها قوة وعندها سلاح وعندها الأسماء الحقيقية. يعني حتى إذا تمتلك وثائق ما رح نقدر نحكي بالأسماء. لا ما يخالف، بس إحنا ما نحكي بالأسماء بصراحة، أقول لك ما إن مصلحة ندخل بتفصيل. إحنا دا نتكلم عن وقائع، أنا أتحمل مسؤوليتها القانونية والأخلاقية، وأنا قد أكون واحد من قلائل في العراق أعرف تفصيلات الأوراق. إي واحدة هو يسولف إن واحدة، انتوا بس لزموه كاميرا واضاءه وهو يطلقها واخر عن واخر. سولف ميشو سولف من ورا شاكر منو؟ انا لا امتلك الشجاعه الكافيه اليوم لان اقول منو وراء هؤلاء وانا اعرفهم، وانا اعرف منو كان يخابر على وزير الماليه،
ومنو كان المحرك لعملية التصويت على إقالة الدكتور حسان لأنه كشف هذه القضية، ومنو طلب من الحكومة أو من رئيس الوزراء أن يخلي الدكتور حسان أو يضغط من أجل أن يطلب إعفاء من منصب وزارة المالية. كل هذه أكو ناس أصحاب نفوذ وسلطة. ملك علاقة، ملك علاقة بهذا الحكي، هذا للتسويق والغموض والهاي، وعلى أساس أنت اسكت غلس كأنه ما موجود وهو راح يقول. هو دير وجهك هيك، دير وجهك علي، علي دير وجهك، دير وجهك على أساس مو مركز وياه، هو راح يطقها لأنه أنت ظل الحكاية تكتلت تموت الحكاية. يلا مشعان، ما حد يشوف. منو منو ورا شاكر؟ منو منو زعيم سياسي شيعي من الخط الأول، زين، ورع جدا، يؤدي الفرائض بمواعيدها. مجلس النواب سوى تقرير عن عملية البوم، ذكر اسم أحد اللصوص الكبار المخطط الرئيسي، ورع جدا، اللي وقع الكتاب إلى وزير المالية قبل ما يترك المنصب مالته، وطلب أنه الأموال البارد التأمينات لا تخضع، يؤدي الفرائض بمواعيدها. عملية السرقة في وضح النهار كبيرة، متورطين بها كبار، بعضهم أعطينا إشارات عنهم، والبعض الآخر لا أستطيع حتى أن أقول عنهم إشارة. ولا أنت؟ ولا أنا، ما أقدر أبد، لا يمكن، ما حدا يتجرأ. قلت لك راح ينطيك رأس خيط، بس اندار هيك، بس اندار هو يحكي. هسه يقول لك زعيم من الخط الأول وورع جدا ويؤدي الفرائض بمواعيدها. منو؟ يزن؟ لا، ابنه ما ينطبي. لا والله، تطلع من عنده يختلف على ابنه عادي، ميشو يسوي الأكبر من عندها. بس منو الورع المؤدي للفروض بمواعيدها؟ عملية السرقة في وضح النهار كبيرة، متورطين بها كبار، بعضهم أعطينا إشارات عنهم، والبعض الآخر لا أستطيع حتى أن أقول عنهم إشارة. ولا أنت؟ ولا أنا، ما أقدر أبد، لا يمكن، ما حدا يتجرأ. زين، نروح هسه ونرجع لك السبت بلكي تفكر بالموضوع. لا 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 لا، هاي أول مرة ميشو يبوق هوا، الظاهر الموضوع صدق ثقيل هالمرة. ميشو قول يا الله أبوس أي شيء بيك، احكي عاد من ورا شاكر. ما يخالف، احنا راح نطلع بالأخير منا أنا وأنت تتكلمين عن سرقات ب 15 تريليون وكشف كل شيء، قد يكلفنا كثيرا، يكلفني ويكلفك ويكلف الآخرين. بصراحة أقول لك جمال الكربوني، ترى القناة ما ندخلكم حكي كم قضية راح شبه قتل، تعرفين وين؟ بقوا يكتلون بي أشهر لأنه شوية على الوتيرة، والجماعة الآن مستشرسين ويعرفون أنه مستقبلهم خطير. مشعان يخاف، والله الشخصية تبدو ثقيلة كلش، هاي اللي واقفة ورا شاكر. احتمال ضياء الهندي، احتمال صباح التميمي، احتمال عادل منصوري، ما أدري والله. شو تاهد مشعان الذي لا يؤمن بمقولة لسانك حصانك إن صنته، يتهرب ويقول الموضوع كبير وأخاف لا يصير بيه مثل الكربولي. يا أخوان، يؤسفني أن أبلغكم، لقد وصلنا إلى طريق مسدود، وما قاعد نعرف من وراء شاكر الزبيدي، ولا قاعد نقدر نحذر من وراء هاي الناس واللي يحميهم ويخليهم بهالمناصب. لغز لغز كبير. الأمل الوحيد هو مصطفى سند، هو هذا اللي راح ينقذ العراق ويريح بالنا كلنا، بشر وحيوانات ونباتات وذكاء اصطناعية. يلا مصطفى، أنت ميس العراق، ميسي لو ميسي، ميس العراق، الجول قدامك، فرح العراقيين من ورا شاكر الزبيدي، راح أضر لك البشت. خليك شوف الماضي شوفات شوية حتى بعدين حذفك. من فتحت هذا الموضوع اجتك اتصال من أشخاص مهمين بالدولة وطلبوا من عندك لتفتح هذا الموضوع بتفاصيل، 1 2 3، هسه يجوز هذا الولد قانونيا ما عنده شيء كذا لو لا؟ خابنا أحد الأشخاص الكبار، قال لي حدك هنا، يعني بعد ما تعبر على هاي الكبار. اي كبار. الكبار شنو توصيفه هذا؟ لا سمار مردك، ما دخلك بحراج وقل لي اسمه، بس شنو توصيفه؟ رئيس كبار القوم، رئيس كتلة سياسية، ما احكي كبار القوم. تمام، كبار القوم. قال لي يعني انت هنا بعد حدك، هذا طريقة مالتك، ما تمشي وانا يا ابي. شنو ما تمشي وانا؟ قال انت اذا عندك شيء اشتغل قضاء، الف شكوى اشتكي. واضح انه فيلم مسلسل لقازة راح ينتهي نهاية مفتوحة. شنو هاي مفتوحة سيدي؟ يعني مشقوقة؟ يعني بالضبط. هاي قصة بائسة، تتوقعها نهاية أكشن بيها أكثر. يعني شو أسوي لك؟ يعني ألف لك نهاية من جيبي حتى ترتاح، نتبلع العالم. يقول لك أحد كبار القوم، والعراق ما شاء الله مليان كبار القوم، 4.23 من العراقيين أعمارهم بين 55 و64،
يعني دوروا بيهم بلكن تعرفون منو كبار القوم ذولا. واو 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 what an epic story. يا قصة رائعة أنت اللخ، يا قصة رائعة. ورا كل هالفرة هاي ما عرفنا من هو كبير القوم الورع. Sorry, were you talking to me? I didn't realise. I was just listening to the most amazing story. The TV series about the most incredible heist is called La Casa de Babel. سبحان الله، احنا هم كنا نحكي والله عن قصة سرقة تخبل بس صارت بالعراق، بس ما عرفنا من المسؤول عن الموضوع لحد الآن. Wait, are you talking about the heist of the century? اي طبعا تعرفيها؟ Of course, everybody does. I was reading an article about it in the British newspaper The Guardian. Oh, they got into the gritty details like the suspects and the trial and the masterminds behind it all. مقال. Bloody hell, guys. Have you been living under a rock? Or is it that the article is in English and you couldn't be bothered to read it? سفينة! سفينة! شو بلا طلع عند هذا المقال؟ تفعيل جهاز ما كتب في الغرب ولم يقرأ عند العرب. زعيم سياسي شيعي من الخط الأول ورع جدا يؤدي الفرائض بمواعيد لا يمكن ما حد يجرى أحد الأشخاص الكبار. هادي اني هسه هادي خلصت اللقازة وزقزقت البعران ونبحت الفسيفسات وزأر الديج وعاشوا عيشة سعيدة. يبقى تساؤل واحد، مصطفى سند ليش طب على هالطبة هاي وهو علاقته جيدة بالهادئين؟ لثلاث أسباب أساسية. الأول، هو مو كلش علاقته جيدة بالهادئين، هو علاقته ممتازة بالخوال ومرات تصير مشاكل بين الهادئين والخوال. والثاني، كانوا خايفين من مكتب الكاظمي ورادوا يضغطون عليه باللحظات الأخيرة عبالهم يعني يريد يسوي شيء. الثالث، أكو صراع داخلي وهاي السوالف، صراع صراع. هذا المسلسل اللي صار واللي الدنيا انقلبت عليه هو سرقة 2.5 مليار دولار من الأمانات الضريبية. هو بالحقيقة مبلغ مو هين أبداً، وبغير دول راح يغير مو بس النظام السياسي أو الحكومة، أغير طريقة تفكير الناس بالثروات الموجودة بهاي الدولة، بحيث أكو فلوس مضمومة ومو ظاهرة للعلن وسرقت. المصيبة أنه المبالغ اللي تم سرقتها مو 2.5 مليار، يقال أنه أكثر من 15 مليار دولار. وحتى هذا المبلغ أكو ناس تقول مو صحيح، لأن اللي انسرق هو مبالغ غير معروفة ولا يمكن حصرها، وقد توصل إلى 25 مليار دولار وهي بس الضريبة. ميزانية سنة 2014 اللي هي فوق 100 مليار دولار بدون حسابات ختامية ولا حد يعرف من راحت. إذا تريد تقول لي هاي سرقة قرن، ملف المدن الصناعية سرقة قرن، مزاد العملة مستمر سرقة قرن، مشروع صدر القناة سرقة قرن، صندوق إعمار المناطق المحررة سرقة قرن، شراء محطات الكهرباء تشتغل على الغاز واحنا ما نستغل الغاز ونشتريه من ايران ب2 مليار دولار بالسنة، هاي سرقة قرن. تسمية هاي السرقة بسرقة القرن وحدها هاي مال 2.5 مليار، انا اعترض عليه، لان السرقة اللي يقترن اسمها بالقرن لازم تكون وحيدة وغير مكررة وصادمة حتى تكون مميزة بذاكرة الناس. بس على هاي وضعيتكم لازم تستخدمون اشهر السنة وتسوون سرقة تموز، سرقة اب، سرقة كانون ثاني، واحتمال أشهر ما تكفي لأنه بس 12 شهر، فقسموها على أيام الأسبوع. سرقة 12 آب العصر، سرقة الثاني من كانون الثاني وجه الصبح، وهم يادوب. هاو شغلة الأخ، الخلل مو هذول الأشخاص، يعني مو هم واحدهم هم السبب، إذا راحوا هذول راح يجون غيرهم هم يأخذون الفلوس. النظام اللي يسمح لهذول كلهم بهاي الممارسة هاي القصص كلها هو هذا سرقة القرن. تصبحون على خير.